السلام عليكم. باشمهندسة نورهان، السلام عليكم أستاذنا الدكتور جلال عبادة، حضرتك سامعني؟ أستاذنا الدكتور جلال عبادة، حضرتك السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور جلال، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أحمد سامعني؟ أيوة سامع حضرتك كويس. يا ممكن نعمل تيست للسكرين عند حضرتك، الشير سكرين؟ لحظة واحدة. طيب باشمهندس حنين، ممكن نحط سكرين وبعدين تمام كده يا دكتور؟ تمام يا فندم، ظاهر يا فندم. طب ممكن نظبط الصوت يا باشمهندسين؟ احنا هنبدأ ان شاء الله رب العالمين خلال دقيقة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الأساتذة والزملاء المنظمين والشركاء في مؤتمر رؤى لبنى المستقبل Vision for Future Cities 2022. يشرفنا استضافة الأستاذ العالم الجليل الأستاذ جلال عبادة، أستاذ العمارة والاستشاري بجامعة عين شمس، وصاحب الإضافات والمعارف والأفكار في مجالات مختلفة في العمارة والعمران في مصر وخارج مصر وفي الدول العربية وكمان في أوروبا، وسيادته يعني كريما تكرم بقبول دعوتنا ليكون متحدثا رئيسيا في هذا المؤتمر، وكلنا امل ان احنا نتعلم منه كما يعلمنا دائما. واحنا هندير الجلسه، هنسيب استاذنا يلقي محاضرته وبعدين نفتح باب المناقشه. هستاذن حضراتكم باب المناقشه، اللي هيحب يعرض يسال سؤال هيعمل ريز هاند، واحنا هنديله المايك ونسمح له بالمناقشه. المحاضره اليوم مذاعه على منصه بيم العربيه، احد الشركاء الاكاديميين لينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بالاضافه لان احنا الروم هنا افيلبل، بس يعني عشان متوقع لو العدد كبير ومسجله. ده في ناس رفعت ايديها من دلوقتي. السلام عليكم، ازي حضرتك دكتور ريم؟ اتفضلي يا فندم. مش عارفه انا، بس مش عارفه ادخل على الهوله الثانيه عشان عندي بحث لازم اقدمه. طيب عذرا، هنبعت لحضرتك حالا على الايميل يا دكتور ريم. تمام، متشكره جدا، شكرا. فريق المؤتمر بعت لك ايميل اوريدي دلوقتي حضرتك. تمام، لينك رقم 2، حضرتك ادخلي على اللينك رقم 2. هل في اي حد عنده شكرا اي مشكله فنيه؟ تمام، نورتنا يا دكتوره ريم، وبالتوفيق ان شاء الله. معلش دكتور جلال، المشكلات التقنية اللي كلنا، وأنا كمان عايزة أبعت لي على الإيميل شيماء، دكتورة شيماء العالم، كل الدكاترة بعت لكم على الإيميل الباحثين يا جماعة في روم رقم 2، ادخلوا بس على الإيميل هتلاقوا لينكين، ادخلوا على لينك رقم 2 يعني. ولو في أي مشكلة ابعتوا لنا على الشات، وأنا هخلي فريق الدعم الفني بتاعنا. مشكلة التقنية لسه احنا بنحبو كلنا في التقنية يعني. نرجع لمحاضرتنا والمتحدث الرئيسي أستاذنا الدكتور جلال، المايك مع سعادتك، وكلنا أذان صغيرة لسيادتك يا فندم. شكرا جزيلا دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المقدمة المبالغ فيها جدا، احنا كلنا بنجتهد وبنحاول وبنغلط وبنتعلم من أخطائنا ونجتهد، فبالتالي مفيش المبالغة الكبيرة اللي انت تفضلت فيها بلطف. الموضوع النهارده مش
جديد، ما حدش يتوقع ان في حاجه جديده نتكلم فيها النهارده لسبب بسيط. ده موضوع قديم ولكنه للاسف الشديد متجدد. هو ليه متجدد؟ لان عبر التاريخ الاماكن العامه public spaces، الاماكن التي تتجمع او التي يتجمع فيها الناس او تتجمع فيها مجموعات مجتمعيه مختلفه لفتره طويله من الزمن لم تعد انسانيه، او لم تعد انسانيه بالقدر اللي كان متعارف عليه، بالرغم من الاحتياجات الانسانيه والعاطفيه والروحيه والثقافيه والمجتمعيه الكثيره جدا والمتزايده للناس. الموضوع ببساطه ممكن نشوفه باختصار في عرض قصير جدا كالتالي. واضح الشاشه دكتور؟ الشاشه واضحه يا دكتور، الشاشه واضحه. كان في شورت موفي، ما اعرفش كان باين ولا لا. شورت موفي؟ لا لسه. اوكي لسه لم يظهر. بدا يظهر يا دكتور. هو حضرتك بس ممكن حضرتك ترجعه تاني؟ طيب احنا نرجعه تاني. دي كانت الفراغات مستقره زمان بالشكل ده، بدات المجال البيئي الطبيعي يختفي، بدات الاعداد، بدا التفاعل الاجتماعي يختفي، كله الامور بتتلاشى. المقياس الانساني او المظاهر المختلفه التي كانت تمثل الحياه العمرانيه النابضه بالانشطه والعلاقات والتفاعلات ابتدت تختفي، وابتدى يبقى عندنا مسطحات قبيحه من الاسفلت الكبير جدا بدا يتخطى كتير. مقياس مختلف تماما ظهر، مقياس السيارات والآليات المختلفة، وابتدت هي دي اللي تسيطر على الفراغ. اختفى الناس، اختفى الناس، ما ماتوش يعني، ولكن اختفت مظاهر حياة الناس، وأصبح لدينا اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي احنا شايفينه ميدان، public space، sidewalk، رصيف، مسار، شارع، كلهم يخلو من الحيوية، يخلو من التشجير، يخلو من عناصر طبيعيه، يخلو من اي تجمعات او اي جو حميمي انتميت فيه نوع من التفاعل، حد بيكلم حد، قاعدين على القهوه اللي قدامنا ما بقتش قهوه، اللي هي في مقدمه الصوره كان عليها ناس، والمظاهر المعتاده يمكن برضو نراجعها مره تاني، المصادر المعتاده للحياه الحضريه بدات تختفي. الناس اللي كانوا قاعدين كده متجمعين مع بعض بيتكلموا، بتاع الفاكهه اللي بيبيع وبيتفاعل وبيتكلم مع الزباين وبيدردش معاهم في الاحوال وفي الظروف، التنسيق الطبيعي، اللاندسكيب الطبيعي، التشجير، المساحات المعتنى بها، اماكن عبور المشاه اللي هي اصلا بتمثل نوع من انواع الامان العمراني. طبعا في وقت معين كان في دراجات، الموضوع مبالغ في، كل ما يؤكد البعد الإنساني في المدينة أصبح يختفي بما في العناصر الصغيرة، الإضاءة، إضاءة الشوارع، إضاءة المسارات، الأمور اللي من هذا القبيل. طيب ده ليه؟ لو نرجع بالذاكرة، عشان كده الموضوع مش جديد، إحنا لو حضراتكم تتذكروا مع ظهور الثورة الصناعية، مع ظهور الثورة الصناعية، مع ظهور التحولات الكبيرة جدا في العمارة والتخطيط في المدن في أوروبا، في يمكن أوروبا بدأت متقدمة عن غيرها، كان عندنا مشاكل كتيرة جدا في التحولات المجتمعية، من المجتمعات الزراعية المتخلفة بشكل أو بآخر زي ما يقال، ومجتمعات مدن العصور الوسطى والمدن المغلقة، إلى مجتمعات تقوم على التكنولوجيا وتقوم على في الأول اكتشاف مصادر الطاقة، الفحم وغيره، وبعد كده ظهور السيارات وظهور وسائل التنقل وبناء المصانع، كل دي حاجة عظيمة جدا. للأسف كان مقابلها خسارة كبيرة. قبل ما نبدأ نشوف الخسارة اللي كانت موجودة، نعرف إيه اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. يعني ايه الاماكن الانسانيه او الاماكن العامه الانسانيه، او ما استحدث عليه في ممارسات حديثه بانسنه المدن. انسنه المدن يعني جعلها انسانيه. طب هي مش انسانيه؟ لا، هي مش انسانيه. وبالتالي التعريف اللغوي علشان نكون على نفس الارضيه، هي الاماكن اللي بيشعر فيها السكان والزوار والمترددون، ايا كانوا الناس جايه تعمل بيزنس او تتسوق او غيره، بالاستئناس. ده اللفظ اللغوي، الاستئناس، أو بالإنسانية فيها. هذا البعد بيتأتى من خلال التفاعل مع المكان، تفاعل الإنسان مع المكان، وبيرتبط
بأشكال مختلفة، بيرتبط بيه ماديا، بيبقى فيه ذكريات معينة، ذاكرة المكان، بيبقى فيه بعض الذكريات اللي بتربطه بيه، حوادث معينة، حوادث جيدة، مواقف حصلت، بالإضافة طبعا في بعض الأبعاد الرمزية والروحانية لبعض للأماكن أو لبعض الأماكن في المدينة. conceptually احنا كنا الناس معماريين وبنشتغل في التصميم الحضري والتخطيط. conceptually الانسانيه جايه منين؟ جت من ان المدن لم تعد صديقه للانشطه الانسانيه، لم تعد متفاعله مع الانسان، لم تعد تعتبر المقياس الانساني هو المقياس الاساسي اللي بيتم من اجله كل الانشطه التخطيطيه والتصميميه والتطويريه وغيره. وبالتالي عندنا مقابلين للاسف، عندنا الانسان مقابل المركبات او الاليات. الآليات أي حاجة بتمشي على عجل، سيارات، شاحنات وما إلى ذلك. طيب ده يعني لما نرجع نشوف الموقف والتغير اللي حصل وإن هي بقت إنسانية، طب هي كانت إنسانية وبقتش إنسانية وبعدين إحنا عايزين نرجع إنسانية، طب إيه هو المقصود فيها الإنسانية؟ عشان نقدر نحدد بالظبط ما الذي يجعل الأماكن العامة إنسانية. لو رجعنا للأسئلة البديهية، في أسئلة بديهية مختلفة، إن الأماكن دي بيسود فيها الأمان، لسه شايفين حذف خطوط عبور المشاة بالطبع ما بيديش أي أمان، لأن السائقين اللي جايين بسرعة أو ما مش شايف إن في خطوط عبور مشاة، وبالتالي ماشي بنفس بالتالي ما فيش أمان عمره. بالإضافة مثلا السايد ووكس أو الأرصفة، مسارات المشاة على الأرصفة، لو ما عنديش رصيف أنا همشي فين؟ همشي في وسط العربيات، وبالتالي أنا بنفس العربيات في مسارات، وده بيحصل دلوقتي للأسف الشديد عندنا في أماكن كتير جدا، الرصيف انتهى فالواحد بيضطر يمشي مع العربيات في الشارع، وده طبعا في خطورة كبيرة جدا، فبالتالي أنا افتقدت الإحساس بالأمان. الإضاءة، اختفاء الإضاءة من المسارات، أنا ماشي في مكان مظلم، بالتالي أنا عرضة لجميع أنواع الجرائم العمرانية، من خطف، السرقة، لكذا، لأمور مختلفة. في نفس الوقت الأماكن العامة هي محببة لينا أو جذابة لينا أو حميمية لينا وبالتالي إنسانية، لأن احنا ببساطة بنشعر فيها بالراحة، نشعر بالسعادة لما نتقابل مع بعض في مكان مفتوح، نقعد على قهوة، نقعد على رصيف، نتكلم على في حديقة صغيرة زي الحاجات اللي كانت موجودة في الصور القديمة للأسف، وإحنا يعني ده بيدينا جو إحنا في مدينتنا بتاعتنا، زي مثلا زمان وليس دلوقتي لما نروح نتقابل في ميدان سيدنا الحسين، نتقابل على قهوة في سيدنا الحسين، نبقى قاعدين وعندنا الجو المختلف، أنا حاسس إن المكان ده بتاعي، أنا منتمي ليه، وإحنا قاعدين مع بعض مع أصحابنا أو مع أهلنا، وعندنا يعني نوع من أنواع السلام الاجتماعي أو السلام النفسي يعني. في نفس الوقت ميدان سيدنا الحسين برضو خلنا في نفس المثال، ميدان سيدنا الحسين كان بيضم جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كان بيضم الأطفال، البالغين، الكبار اللي جايين من الأرياف يشوفوا المولد أو يزوروا سيدنا الحسين، أو الناس اللي جايين من أحياء راقية جايين عشان يستمتعوا بالجو البلدي شوية، يأكلوا كباب معرفش إيه، يشوفوا الأجواء اللي في الحسين، أو السواح اللي هم جايين أيا كانت فئاتهم علشان يشوفوا الأماكن السياحية والأماكن الأثرية، يدخلوا خان الخليل، بمعنى كان في إدماج، كان في إنكلوجن لفئات مختلفة والأنواع مختلفة من السكان، المواطنين، الزوار، المترددين لأغراض مختلفة، كل ده في مكان واحد. أنا بتكلم كان قبل التطوير، بعد التطوير حصل متغيرات مختلفة ممكن بنتعرض لها في السياق. طيب هدل ده هو دي إنسانية، هل في جانب إنسانية للأماكن؟ يمكن هنشوف بالتفصيل أكتر اللي جاي بعد شوية. لو رجعنا للباك جراوند أو للخلفية، ليه التغيير ده حصل؟ التغيير ده حصل لأن ببساطة حصل انفصام مع التوجهات الحداثة، توجهات الحداثة المودرن موفمنتس ان اركيتكتشر اند بلاننج، توجهات الحداثة في العمارة والتخطيط في هذه الفترة من بداية القرن العشرين وحتى الستينيات وحتى انتهاء حركة سيام، ودي كانت حركة مهمة جدا اتحد فيها المعماريين الكبار والمخططين الكبار واتفقوا على مبادئ أساسية لما سمي وقتها بالانترناشنال موفمنت أو الانترناشنال directions in architecture and planning، ووحدوا حاجات كتيرة جدا في التخطيط، منها ان بقت مثلا مشاريع الاسكان متشابهة مع بعض كلها مبنية على فكرة او مفهوم اساسي واحد كان طرحه
لكوربوزيه في فتره ما قبل الحرب، قال ان المدينه هي آلة زي المسكن كده، ما هو آلة. اللي من حضراتكم المعماريين اللي من حضراتكم يمكن يفتكروا المقوله الشهيره لكوربوزيه: A house is a machine to live in. المسكن هو آلة للسكن فيه. ليس فقط المسكن، هو قالوا المدينه بالكامل، المصنع هو آلة، المسكن هو آلة، المتجر هو آلة. بمعنى ان كل شيء بقى ليس فقط مجرد مباني تصمم كآلة عشان تكون أقصى، يعني تعطي أقصى انتفاع وظيفي أو أداء وظيفي، لا ده المدينة كمان باستعمالاتها بتنظيماتها بكل مكوناتها وهيكلها والحركات وكلها لابد أن تعمل كما تعمل الآلة. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، عاوزين نتوافق مع التكنولوجيا ونتوافق مع التطورات الجديدة تمام، إنما إن ده يكون على حساب إن إحنا نغلب فقط المعرفة العلمية، المعرفة التقنية، وأي شيء ثقافي أو اجتماعي أو contextual سياقي مرتبط بالسياق زي البيئة زي المناخ زي الاعتبارات المختلفة، ده غاب تماما عن المشهد تدريجيا عن العمارة. وكلكم عارفين تطور العمارة في الفترة ما قبل الخمسينيات، وبعد كده كمان على مستوى كبير في التخطيط. أصبح عندنا مشاريع إسكان موجودة، إسكان العمال على سبيل المثال أو الإسكان ذوي الدخل المحدود، موجودة في برلين، موجودة في هي نفسها بالضبط، موجودة في أمستردام، موجودة في فرانكفورت، موجودة في باريس، موجودة في مارسيليا، موجودة في مصر، موجودة في الجزائر. هي نفس الأنماط، نفس البلوك، والبلوكات بتترص على بعض بشكل أو بآخر. عندنا في مصر معروف فين الأماكن دي، موجود في بعض الدول العربية غير الجزائر، غير شمال أفريقيا، في موجود في دول أخرى. البلوكات كل بلوك فيه عناصر اتصال، وشقة يمين وشقة يسار وخلاص، والبلوكات دي لينير أو خطية بشكل أو بآخر، وما زالت قائمة حتى الآن في عين السيرة، في شبرا، في باب الشعرية، في أماكن كتيرة في القاهرة، وبرضو في الأقاليم. أصبح ده الأداء الوظيفي البسيط بأبسط التقنيات لكي يؤدي الوظيفة مثل الآلة، هو ده الشيء الأساسي اللي بيميز العمارة والعمران. مش كده وبس، احنا كده دخلنا في مشكلة أكبر، مشكلة أن الاستعمالات كمان، الهيكل العمراني، استعمالات الأراضي أصبحت تقوم على هذه الكيفية من الآلية، وبالتالي أصبح عندي نوع من أنواع الانعزال والانفصال، نتيجة أن مكونات المدينة بدل من هي تقوم على التجمع والتكامل والتناسق فيما بينها والعلاقات الارتباطية كما كانت منذ بداية التاريخ، تاريخ تخطيط المدن وحتى التوجهات الحديثة، أصبحت فردية قائمة على مكون فردي ملوش علاقة بالجنبه، وده يكرس لفكرة الانفصال في المعيشة والاستعمالات والتنقل، نفصلهم عن بعض. زمان حضراتكم يعرف المدن العربية التاريخية، مدينة القاهرة على سبيل المثال، كانت كل العناصر وكل الوظائف متشابكة ومزدمجة، مندمجة مع بعضها، ممتزجة مع بعض بشكل أو بآخر. يعني ما فيش مثلا نقول إن الجامع الأزهر اللي هو الجامع والجامعة اللي موجود في مدينة القاهرة ما كانش منفصل، ده كان كونكتد أو كان متواصل تماما، وحتى يمكن الوصول ليه صعب. قبل ما يشقوا شارع الأزهر، اللي منكم يشوف الصور القديمة يلاقوا أن الوصول لجامع الأزهر بضخامته كان موضوع مش سهل، لأن كان فيه مساكن متلاصقة وكان فيه منشآت أخرى وموجودة في شارع المعز على سبيل المثال. كل المنشآت الضخمة المملوكية وغيرها للسلاطين والملوك الجمع على تاريخ القاهرة كلها مندمجة جنب مباني الوكالات ومباني الرابعة ومباني كذا ومباني كذا، كان فيه تضام وكان فيه تضاغب وامتزاج كامل جدا ما بين انواع المدان، انواع المباني وما بين بعضها، واستعمالات الاراضي وما بين بعضها، وده كان ليه تاثير ايجابي جدا على الحياه الحضريه في المدينه زي ما هنشوف بعد كده. ده يمكن الهايلايت الرئيسي لحركه سيام او الاتجاهات المعاصره، الاتجاهات او تعميم الاتجاهات الدوليه في العماره والتخطيط المعاصر في الوقت ده في بدايه الستينيات. فكرة لكوربوزيه لتطوير مدينة باريس، احنا شايفين مدينة باريس ازاي وازاي النسيج الحضري بتاعها، وهنا عندنا لاسيتي ونهر السين، وفجأة لكوربوزيه قرر ان المدينة تكون رأسية عبارة عن ناطحات سحاب عالية جدا، وبتحصل ما بينها نو مانز لاند، ارض ضائعة، مقياس انساني ضائع تماما، هو توسم انها تكون
مناطق خضراء مفتوحة، وهيبقى تمركز السكان في هذه الأبراج، وطبعا ما فيش حد بيعرف التاني وما فيش كذا، والخدمات هتكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، واقتطع جزء من النسيج الحضري لباريس القديمة أو باريس التاريخية ووضع فيها مشروع. لحسن الحظ هو لم ينفذ. طيب الconsequences أو التبعات اللي حصلت نتيجة الأمور دي، إن ببساطة امتدت المدن بشكل ضخم جدا عشان الاستخدامات الفردية ما بتنتهيش. وفي وقتنا الحالي نتيجة هذه الامتدادات المختلفة، مدينة القاهرة مثال ممتاز، امتدت بما أفقدها السيطرة عن إدارة النمو. القاهرة عمالة تمتد بشكل uncontrollable. يعني احنا لو مسكنا طريق السويس على سبيل المثال، القاهرة كانت محدودة عند مدينة نصر، وبعد كده ظهرت عشوائيات كانت هي دي أطراف المدينة الكيلو 4.5 والمناطق العشوائية اللي موجودة، وبعدين ابتدى ظهرت فكرة القاهرة الجديدة من حوالي 25 سنة اللي هي كانت مجموعة من التجمعات عشان تمتص خطتها عشان تمتص الكثافات الزايدة في المدينة، وبعدين رؤية ان هي تتحول تبقى مدينة جديدة اسمها القاهرة الجديدة عبارة عن ثلاث تجمعات، التجمع الأول والثاني والثالث والخامس عفوا، وضموا مع بعض بشكل معين، وكانت في الأصل فكرتها أن يكون مدينة، ما بقتش مدينة. ليه ما بقتش مدينة؟ لأن تغلب فيها عنصر سيء جدا أو سلبي جدا بالنسبة للتخطيط، اللي هو التخطيط التابع للتطوير العقاري للريل استيتس، وده سيء لأن ده ما بيهموش غير القيمة العقارية أو القيمة الاقتصادية للأراضي وبس. فعلى سبيل المثال في القاهرة الجديدة لا يوجد مركز للمدينة، لا يوجد أماكن فضاء، أماكن عامة الناس ممكن تلتقي فيها، لا يوجد حدائق عامة، في حديقة عامة واحدة بس على الأطراف على طريق السويس، إنما الحديقة العامة الأساسية رؤية إن الأفضل إحنا مش محتاجين حديقة عامة أساسية، منخليها ليك فيو، منخليها جيتد كوميونيتي كومباوند، وتباعد ككومباوند بالرغم إن هي كانت حديقة. عندنا بيزنس ستريب معينة وكان المفروض يبقى فيها يعني سباين مشاة وميكس ديوز والحاجات اللطيفة في التخطيط، كلها اختفت وأصبحت عقارية عقارية عقارية. الحاجة الوحيدة اللي موجودة هي المولات الضخمة، زي شفنا كايرو فيستيفال سيتي على سبيل المثال، أو داون تاون، أو المولات المتناثرة هنا وهنا، اللي هي ابتدت تشتغل على تحويل فكرة الفراغ العام إلى فراغ خاص، فراغ عقاري كمان. ده عمل لنا مشاكل كبيره جدا في الضواحي وافقد السيطره على النمو. طبعا هي ما انتهتش عند التجمع الاول والثالث والخامس او القاهره الجديده، ظهر بعد كده امتدادات ليهم، ظهرت امتدادات اخرى، ظهرت مدينه الشروق، ظهرت مدينه بدر، ظهرت مدن اخرى، ظهرت كومباوندز في النومانز لاند، في عز في وسط الصحراء بنلاقي كومباوندز مش عارفين بالظبط دي بتتبع ايه، واخيرا ضمت العاصمه الاداريه الجديده، ضمت الى مدينه القاهره. ده من ناحيه الشرق. لو مسكنا طريق اسماعيليه، هنلاقي على طريق اسماعيليه لا تنتهي، يمكن لغايه قبل العاشر من رمضان بشويه، كل دي تجمعات عمرانيه مختلفه ليها اسماء واضحه او ملهاش اسماء واضحه، كلها عمران مستمر. المدينه ليها حدود، المدينه ليها ساعه، ما ينفعش اجيب كوبايه وافضل ادلق فيها ميه لغايه ما الميه عماله تقع. طب ما هو فين الكنترول بتاعها؟ المدينه مش اناء او وعاء لا نهائي. بالتالي نتيجه للمشاكل دي كلها، معلش الخلفيه بعتقد ان هي مهمه جدا اللي احنا بنتكلم فيه، لان الاساس او الاساس المشكله هو تخطيطي. فيمكن لو احنا بنبص على المستوى العالي، لو احنا طالعين فوق خالص وبنبص هاي ليفل، يمكن بنشوف حاجات ما بنشوفهاش لما احنا بنكون على الارض. مناطق احاديه الاستعمالات زي الجيتد كوميونيتيز او الكومباوندز او المجتمعات المصوره، مراكز العمل منفصلة، مراكز الخدمات منفصلة، شفنا ان مفيش مركز مدينة واضح، ان الامور اختلفت حتى في الكونسبشن، وبالتالي الاعتماد الاساسي بقى على كونسبت اسمه التناثر المكاني. بقيت عندي تنميات متناثرة، يعني سكاترد هنا وهنا وهنا، مفيش فيها ترابط، مفيش فيها نوع من التناسق او العلاقات المختلفة، بقت منفصلة. أنا للأسف ساكن في التجمع الأول، ممكن أقعد أمشي بدون مبالغة، ممكن أمشي ربع ساعة في أسوار ما بشوفش أي حاجة خالص غير أسوار ثم أسوار ثم أسوار ثم أسوار، ولا أرى مدن. وأحيانا بتكون مناطق شبه مخيفة لأن ما بقاش في حد خالص، مناطق مقطوعة حتى كومباوندز دي جديدة. هذه ليست مدينة، هذه تجمعات أو تنميات متناثرة مكانيا ومنفصلة عن بعضها وأضرارها الاجتماعية، بالرغم أن داخل الكومباوندز في كل
الحاجات اللطيفه واللاندسكيب والميه والبحيرات والحاجات دي كلها كنوع من انواع تعويض العناصر التقليديه في المدن. ده النمط ده عمل لنا برضو مشكله تانية خالص، ما بقاش الناس ما بتشوفش بعضها، ما بقاش في تداخل او ادماج للطبقات المختلفه. كنا لسه بنتكلم على القاهره وميدان الحسين، وبقى التركيز على الاستخدام الفردي. هنا ما بقاش في غير طبقات معينه هي اللي موجوده، وكل ما بني عليها نفس الوضع. اللي يهمنا في الموضوع ده ان هذا النمط وهذا الاسلوب في التنميه عمل ماكسمايزيشن، عمل تعظيم استخدام التنقل الفردي. السيارة السيارة الخاصة أصبحت هي المتحكم الرئيسي في مقياس المدينة، اعتماد كامل على السيارات الخاصة، مفيش نقل عام لأكثر من سبب، لا يوجد نقل عام. أنا واحد من الناس، أنا لو في مترو أو في باص وسيلة نقل عام موجودة قريبة أنا أسيب عربيتي وحركبها وأكون سعيد زيها زي أي مدينة في العالم فيها المترو وفيها ترام وفيها الباصات وفيها الباصات الإقليمية. طبعا الأمور بتتحرك يعني شوية متأخر، بس متأخر أفضل من لا شيء. إن شاء الله مع وجود الآليات الجديدة LRT والمونوريل ومحطة عابلي منصور، هي محطة ضخمة جدا من يعني أهم المشاريع النقل اللي تمت في مصر من يمكن 50 سنة، يمكن الأمور تختلف شوية بشوية، بس يعني أعتقد أنها تاخد وقت طويل جدا لما نعيد ترسيخ النقل العام. في الوقت اللي عندنا فيه مشاكل أخرى كبوات، إن حاجة عريقة مهمة عظيمة مفيدة بقالها أكثر من 120 سنة مترو مصر الجديدة بنمسحه من الشوارع للا شيء، لا لشيء إلا لأن احنا عاجزين عن تطويره بشكل معاصر، وبالتالي بنقول لا احنا نوسع حارتين في الشارع ونلغي الجزيرة الوسطى ونشيل الترام أو نشيل المترو، وبالتالي جميع خطوط مصر الجديدة للأسف الشديد المترو لو خدم أكثر من 120 سنة أزيلت مقابل أن أنا وسع حارات. ليه بوسع حارات؟ عشان في النهاية هذه الحارات، واللي منكم من مصر الجديدة يعني يمكن يفهم كلامي أكتر، هتبقى باركينج للسيارات الخاصة. في حلول تخطيطية وفي حلول كتيرة جدا أفضل من كده، ونتيجتها ومردودها أفضل من نواحي كتير. ده لا يكرس أي بعد إنساني ولا يعطيني انتماء ولا يعطيني أمان ولا حاجة خالص. طب أنا لما أركن في الشمال شارع بقى 5 حارات وأنا مضطر أركن في الشمال، بقف قد إيه بقى أنتظر لما أعرف أعدي الشارع، وإذا كانت سيدة أو أطفال مدارس أو غيرهم، وكمية الحوادث الضخمة يعني how to control it. المشاكل كتيرة جدا، مش ده أبسط فيها مسألة الأمان يعني. المشكلة في الموضوع النموذج التنمية المتناثر أنه لغى تماما التفاعل بين الناس، وبالتالي أنا بقيت منعزل. أنا شخصيا بقيت منعزل في المكان اللي أنا موجود فيه لأني ما بشوفش حد، ممكن يعدي عليا يوم واثنين وثلاثة وأربعة ما بشوفش حد، يمكن لو رحت سوبر ماركت عشان أجيب حاجة ما شوفت حد وخلاص. إنما فكرة إن أنا مرتبط بمجتمع زي أي حي كنا ساكنين فيه أو كنا موجودين فيه في القاهرة، أيا كان الحي ده، إذا كان حي يعني من الأحياء الشعبية أو من الأحياء اللي مش شعبية، كان في نوع من التفاعل الاجتماعي. كنت ممكن بتكلم مع البقال، بروح مش عارف ايه، بمشي كذا، بنتمشى نجيب حاجة، ممكن اقابل حد في كافيه ولا في غيره، كان في نوع من انواع الانتراكشن او التفاعل مع الفراغ والمكان، وطبعا له تأثير كبير. المهم اخر حدوتة او قصة التوجهات الحديثة في العمارة ان فشلت في اماكن كتيرة في العالم. ده كان أحد النماذج المعروفة في تاريخ التخطيط في سانت لويس في أمريكا. كل ما يمكن تصوره من ظواهر سلبية، سواء المباني نفسها كآلات، مباني ما خدمتش الحياة مستخدميها، بالعكس ده ولدت شعور بالعنف الشديد جدا من السكان تجاه بيئتهم. فكمية التخريب اللي حصل فيها كانت من أسوأ ما يكون. حجم الجريمة العمرانية من أنواع كتير جدا تفشت وازدهرت. الموضوع ده ليس فقط في سانت لويس حصل، لا ده حصل كمان في أمستردام وحصل في بروكسل وحصل في أماكن تانية في العالم، إن هذه البيئات العمرانية أوجدت أسوأ ظواهر سلبية ممكن تقابل المدن، وبالتالي أصبح وجودها عبء ولابد من التخلص منها وبناء بديل يقوم على حيوية المكان، يقوم على تفاعل، ويقوم على إنشاء بيئة صحية للسكان. طبعا الأمور ما انتهتش، الموضوع مش جديد، ولكن نقدر نقول إن في الستينيات والسبعينيات بدأت تكون حركة كويسة جيدة إيجابية.
بتدعو لإصلاح الأخطاء الكبيرة اللي حصلت نتيجة التجارب والخبرات الحداثية المختلفة في العمارة والتخطيط. يمكن كانت البداية من سيدة عظيمة جين جاكوبس، هي أمريكية كندية صحفية وليست درس عمارة ولا عمران، وكانت قضيتها كانت في الأول شخصية وبعدين كرست بقية حياتها لهذه القضية، يعني قضية المدينة وقضية العمران وقضية إنسانية المدينة. كانت ببساطة في طريق منهاتن السريع، هي ساكنة في نيويورك، طريق منهاتن ده هاي واي كبير جدا زي المحور يعني، وده كانت مدينة نيويورك وضعت هذا المشروع. المشروع ده كان هيزيل القرية اللي هي ساكنة فيها في ضواحي نيويورك. هي صحفية كتبت ورفعت قضية وفضلت تكاتف وتناضل أكثر من 11 سنة لغاية ما المشروع وقف في قريتها ما حصلتش، وبعدين ابتدت تتفرغ لمشكلات الحياة في المدينة وأنسنة المدينة، خصوصا في بعض عناصر مختلفة زي السايد ووكس زي الأرصفة ومسارات المشاة وزي البلوكات وزي اللي بنسميه الواجهات النشطة، المحلات والمتحلات الصغيرة والحيوية اللي بتصنعها في الأماكن وما إلى ذلك. كان لها ستيتمنت مهمة جدا، إن إحنا مش ممكن نخلي المدينة زي ما إحنا عاوزين، مش هيعيش المنطق ده، إن أنا أغصب المدينة على منطق معين لا يمكن، لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا المدينة ولا العمران بيقول إن ده مظبوط، حتى وإن نجح نجاح مؤقت في مكان فهو مؤقت، وبالتالي لا يوجد منطق يتم فرضه على المدينة، المدينة بيصنعها الناس، وبالتالي لابد أن الخطط تلائم الناس وليست تلائم الإنشاءات أو المباني أو غيرها، المدينة من الناس وإلى الناس. طبعا كتابات جين جاكوبس كانت مهمة جدا لكل المفاهيم اللي جات بعد كده وأرساها منظرين وممارسين مهمين، أهمهم واحد دنماركي يان جيل. يانجيل الحقيقة عمل نظريات عظيمة جدا، وهو يمكن واحد من الناس القلائل اللي اتيح له ان هو ينظر ويطبق في نفس الوقت. يمكن اشتغل في تخطيط اكثر من 120 مدينة حول العالم في كل مناطق العالم، من اوروبا لامريكا لاستراليا للسعودية للخليج لعمان، اماكن كثيرة جدا في اوروبا بتستعين بيه علشان يرجعوا المدن فيها قيمة إنسانية أخرى، يحاول يبقى فيها نوع من أنواع التوازن ما بين النواحي الإنسانية والنواحي العملية. طبعا ده بيستلزم حاجات كتير جدا، إن لابد أن تكون المدينة صالحة للعيش، ناس كتيرة جدا للعيش اللي هي الليفابيليتي أو القابلية للحياة، في ناس كتير جت ووضعت نظريات مختلفة لاستعادة البعد الإنساني في المدينة، أنسنة المدينة مرة أخرى. يمكن مش هنقدر نستعرض كل حاجة دلوقتي، ولكن بنقدر نقول أن كل هذه الليترشر أو الأدبيات المختلفة، ومنها الناس كثيرة ممارسين وليس فقط منظرين، بتنص أو بتركز على وضع مقاييس لأنسنة المدينة تتفق مع المدينة وسياقها وظروفها، ما فيش مقاس واحد ينفع لكل المدن، وبالتالي كل مدينة ليها ظروفها وليها مقياس أو ستاندرد معين لما سمي بأنسنة humanizing أي humanization لهذه المدينة. بدي احنا بنتكلم على الأماكن العامة، الأماكن العامة هي الواجهة أو المرآة اللي بتتضح فيها أنسنة المدينة. توازن الأفكار دي لقت صدى كبير جدا من البلديات، فأصبح إن احنا بنلاقي بلديات كتير جدا بدأت تفكر في هذه الأبعاد. لو نبص فوق كل صورتين تحت بعض، لو نبص فوق على اليسار إحدى البلديات في لاتين أمريكا في البرازيل شالت الكوبري اللي هو مفروض أوفرفلاي يعني بيسهل وبيعمل، وحولت المساحات التحتية إلى حدائق وإلى مسارات للمشاة، شايفين الصورة شايفين المشاة ماشيين إزاي، ودخلت حاجة لطيفة لو إحنا نشوف الصورة السفلى يمين جنب الصينية اللي فيها سكالبشر أو اللي فيها عمود تذكاري، في مترو في ترام ماشي والمنطقة بقت مفتوحة للمشاة. نفس الشيء في أواسط بعض المدن، في مدريد على سبيل المثال على اليمين شايفين إن إحنا نستغنى عن حارة الباركينج، نوفر باركينج في أماكن أخرى تحت الأرض تحت بعض الحدائق، ونوفر مساحات للناس تقعد فيها تتسامر فيها تجلس فيها تريح فيها، أحيانا بيكون في كافيهات كمان ممكن بتخدم عليها،
وبالتالي وجود الأماكن دي متنفس للناس. مدن أخرى ديسلدورف على الشمال نفس الوضع. ديسلدورف يعني فيها مواقع تراث عالمي، كان فيها كمية كباري عظيمة زي ما احنا شايفين. اتهدت الكباري، الكباري دي ملاصقة لنهر الراين، اتهدت الكباري وتحولت إلى حدائق مفتوحة للسكان. نفس الشيء في أمريكا، وممارسات كتيرة جدا نقدر نجيب 100 مثال حصل من كوريا للبرازيل للسعودية، الأماكن كتيرة في العالم. طيب إيه اللي بيخلي السؤال التقليدي اللي هو ما زال موجود معانا، إيه اللي يخليها إنسانية؟ موضوع بقى التنظيرات والمحاولات الجديدة ده أوجد مجالات أخرى مرتبطة بيها. امتد الموضوع أن ده جودة الحياة، ده مرتبطة أساساً بإنسانية المدينة، ده مرتبطة بإنسانية المكان العام. إزاي أنا ما عنديش مكان عام إنساني وأرجع أدور على جودة الحياة؟ إزاي يكون إجمالي المساحات مسطحة، المساحات الخضراء للفرد 3 سنتي مربع، وأتكلم عن جودة حياة 3 سنتي مربع، ده حقيقي ده في القاهرة 3 سنتيمتر مربع، ويمكن تكون قلت، لأن أحد الإحصائيات أنا مش متأكد من المصدر قالت إن في حوالي 275 ألف متر مربع من المساحات الخضراء أزيل في الخمس سنين الأخيرة أو يمكن أكتر من كده، المصدر مش أكيد فما تاخدوش المعلومة إن هي مطلقة. ظهر كمان حاجة اسمها تحسين المشهد الحضري اللي احنا كنا بنقول عليه ده في الخليج أكتر، ده في السعودية وفي أماكن أخرى في الخليج كنا بنقول عليه زمان التجميل والتحسين، ويمكن المشهد عندنا متطور أكتر زمان اسمه التنسيق الحضاري وإزالة التشوهات البصرية. ده كده مرادف يعني ده مجال أو field of practice اللي هو الأساسيات يعني احنا بنبتدي بكده. طبعا جودة الحياة لا ترتبط فقط بالمكان العمراني أو بالمدينة، ولكن ترتبط أكتر بالأحوال المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر المرافق وجودة التعليم وجودة الخدمات الصحية والخدمات الترفيهية والرياضية وما إلى ذلك. في دول وفي مدن عفوا مختلفة ركزت ان الممارسات دي ليست فقط ممارسات شكلية ان انا احسن المشهد او نزيل التشوهات او ان اعالج عشوائيات، لا ده هنا احنا عندنا حاجة سبستنشن، عندك حاجة جوهرية، تحول جوهري لازم بنعمله ان احنا بنخلي السيارة المقياس الثانوي خصوصا في اواسط المدن بدل من كونها المقياس الرئيسي، وندخل معانا متغيرين جداد، متغير قديم اللي احنا بنعيد نتكلم فيه اللي هو المشاه، ومتغير التاني الدراجات. فاحنا لابد طبعا الامور دي مرتبطه بحاجات تانية ليس فقط ان احنا بندي الناس لو خلاص، ده في طبعا ازمه الطاقه العالميه وارتفاع سعر البنزين، واهم من ده الملوثات الغازيه وموضوع الاوزون وموضوع مناخ المدن، الامور كلها مترابطه مع بعضها. هي في النهايه هو بيحافظ على بيئه المدن من ناحيه، ومن ناحيه تانية بيحافظ على الصحه العامه للمواطنين وعلى جاذبيه المدينه. ما هو جاذبيه المدينه بيبقى في رواج في المدينة، سواء من ناحية الحياة، من ناحية الاستثمارات، من ناحية الأنشطة، من ناحية السواح. ما فيش سايح هيجي لمدينة ملوثة أو لمدينة مثلا كئيبة أو لمدينة ما فيش فيها أماكن جذب، طبعا هروح المدينة دي أستحفي إيه أو أعمل فيها مشروع استثمار إزاي أو أسكن فيها أصلا ليه. وبالتالي في أمور أكتر من كده، فده ليفل أعلى شوية من مجرد المعالجات أو الظاهرية أو السطحية، إن إحنا نحسن الفراغ، نحسن المقاعد، نحط إضاءة، نعمل كذا. ده ليفل، وده ليفل تاني، مفيش حاجة أوحش وحاجة أحسن، بالعكس كل الأمور تتكامل على حسب الإمكانيات والمقومات وفهم الناس. يمكن في مستوى أعلى بقى في الموضوع ده ومهمة جدا هذا المستوى، إن بعض إدارات المدن زي هلسنكي فينلاند على سبيل المثال سمحت أو أدمجت مشاركة السكان في الإدارة. يعني على سبيل المثال هم بيحطوا هذه المهام البلدية اللي المفروض هنعملها، هنشق طريق، هنعمل جنين، هنعمل كذا، هنعمل كذا، لو سمحتوا تعالوا نفذوا معنا وخدوا decisions، مش لازم تنفذوا انكم تنزلوا تبنوا بالبلاط وتعملوا الكلام ده، وشاركوا معنا في تمويلها مقابل مميزات معينة بتاخدوها. فعملوا يعني زي بورتال للسكان، السكان
تدخل وتقول رأيها وتغير وتقول لا المشروع الحتة دي مش مظبوط أنا أعمل كذا. أصبح السكان هنا متشاركين في إدارة المدينة ومتشاركين في الجوانب المختلفة اللي هي شايفينها بيلاقوا فيها نفسهم وبما لا يتعارض مع المصالح العامة. من أهم العناصر المرتبطة بالموضوع ده أن في فئات كتيرة جدا مهمشة زي الفئات منخفضة الدخل زي الفئات الخاصة المعاقين الأطفال كبار السن موضوع الأكسسابيليتي بتاعتهم في منتهى الأهمية. يعني مثلا ألعاب الأطفال اللي موجودة في بعض الحدائق العامة هل الألعاب دي أمان؟ هل الألعاب دي مرتبطة بمثلا ماتيريالز معينة سامة مش سامة؟ ابتدى يبقى فيه اعتبارات مهمة للناس دول، دراسة حركة المعوقين، المسارات اللي بيمشوا فيها على الأرصفة، الرامز، الكيربستون أو الرصيف معمول بزاوية معينة بحيث يبقى كذا، يعني بحيث ان لو حد على كرسي يقدر يحرك نفسه من غير ما يكون عنده اعاقه مش واقف قدام السلم وما عندوش رامب على سبيل المثال والرامب مظبوط. فكل الامور دي تيستد وكل الامور دي معتنى بيها بشكل ضخم جدا وده مستوى فائق من انسانه المدينه واعتبارها كتير. وبالتالي نقدر نوصل لبعض الخلاصات كده السريعة. احنا بنتكلم على مفهوم عميق وليس فقط زياده تشجير واضافه مسارات وتجميل عمراني، كل ده مشكور ولكن احنا مفهومنا اوسع من كده. مفهومنا هو رفع حالة الانسان، رفع الحالة او الحياة العمرانية اللي الانسان بيلاقي فيها نفسه بينتمي للمكان وبيتمتع فيها بصحة نفسية جيدة. ونفهم برضو ان ما فيش حل واحد لكل المدن، ما فيش مقاس واحد، ما عندناش all size for every city او every place، لا كل حاجة حاجة ليها ظروفها وليها تحدياتها وليها خصائصها. فاحنا بنفهم الأساسيات وبنشوف إزاي ممكن التطبيق يتوائم مع السياق المختلف. من أهم وأخطر النقط اللي احنا مش مفروض كبروفيشنالز ان احنا نعتمد عليها أو ان احنا نتناولها موضوع اعتبار القيمة الاقتصادية للأراضي. واحد من الزملاء كنا بنتناقش في موضوع هدم المقابر على سبيل المثال عشان نمشي طرق، كان فيه في رؤية 2050 ان تحويل فكرة ما تمتش لتحويل المناطق المقابر الى حدائق مفتوحة. الفكرة لطيفة وممكن بتشابه حاجات برة ولكن مقابرنا مدافن في مصر مختلفة عن المدافن في باريس او المختلفة عن المدافن في مدينة اوروبية. هناك الدفن كله تحت الارض والمدافن هي اساسا موجودة داخل المدن في حدائق، موجودة زي حدائق وممكن نتمشى فيها وكل الناس بتروح وتعدي بيها وموجودة وبتعبر شارع للتاني والأتموسفير بتاعها ظريف. هم شافوا الفكرة دي اللطيفة، طب ليه لا، احنا عندنا أحواش والأحواش دي متوارثة من المصري القديم. فكرة الحوش هي مش إسلامية بالدفن الإسلامي ولكن هي فكرة اجتماعية مرتبطة بطقوس الموتى والجنائز عند المصريين القدماء، واحنا تنقلناها سواء تنقلناها من خلال العصور المختلفة وبعد كده أدابتد أو تمت موائمتها للظروف المصرية. فبالتالي أنا ههدي جميع الأحواش عشان أعمل كذا، فيجي حد يقول لي عشان القيمة العقارية الأراضي مهمة. القيمة العقارية مهمة في كل حتة في الدنيا ولكن في هنا أولويات وفي توازنات، في توازن عمراني وفي مشاكل وتحديات إنسانية وفي ريلوكيشن للناس أو ديسبليسمنت إن أنا بنزح السكان من مكان، في أمور كتيرة جدا معقدة. ليس القيمة الاقتصادية هي القيمة الوحيدة أو الأولوية الوحيدة فيها، بالعكس ده ممكن تكون دي يعني من أخطر ما يكون لو احنا حطناها في الاعتبار أصلا، لأن بنلغي حاجات كتيرة جدا في المقابل ممكن تخرب الدنيا بشكل كبير. موضوع أن أنا أوسع الطرق بمسارات إضافية هو ما بيحلش الازدحام، هو لأنه بينقل الازدحام من مكان للتاني ولأنه المفروض أنه يكون مبني على ما يسمى بالتدفقات المرورية اللي هي ناتجة من أنشطة واستعمالات الأراضي والمباني اللي هي أصلا فكرة تخطيطية على فكرة الحي وتوزيع العناصر فيه والوظائف. نفس الشيء بالضبط لما أنا ببني تاور وببني تاور في المدينة في صلاح سالم ولا في العباسية ولا whatever، فالتاور ده ما بيزودش قيمة الأرض عشان اللي حواليه يقول أنا جنب التاور الفلاني، ده بالعكس ده بيعمل مشاكل في البنية التحتية ومشاكل في الخدمات ومشاكل في الطرق ومشاكل في استيعابية الباركينج. وعندنا مشكلة كبيرة جدا كنا اشتغلنا فيها فترة من الزمن، مشكلة المنطقة المركزية في مكة المكرمة على سبيل المثال، المنطقة المحيطة بالحرم كان مقترح فيها كمية أبراج مهولة بارتفاعات أسطورية فعلية كانت هتخرب الدنيا يعني. وبعد حوار استمر سنين شافت السلطات في النهاية ان كلام
البروفيشنالز او كان عامل مخططين عندهم حق، وخفضوا كتير جدا من الارتفاعات. كان مقترح برج 140 دور على سبيل المثال، برج 140 دور عشان ياخد نص مليون حاج او نص مليون شخص يعني، فياخد يساهم في سعر الحاج. المعماري والبروفيشنال الاخ اللي فكر في الفكره وعمل لها مشروع وصرفوا عليه كتير ما فكرش في التبعات اللي هتنتج عن برج بارتفاع 140 دور. هو شايف بس ان يعمل ساحه ضخمه جدا، following the same Le Corbusier idea في باريس، ماشي بالضبط زي ما Le Corbusier قال، نعمل towers sky scrapers ونفض تحتيها. طبعا ده ما ينفعش الافكار دي في كل مكان. مهم جدا ان احنا نعطي يعني اللي احنا بنسميه الرفاهيه العمرانيه. الرفاهية العمرانية دي مش لطبقة معينة، دي لكل الناس. يعني ما ينفعش ان انا اجي اروح مثلا عندي منطقة يعني راقية جدا في مكان ما في مصر الجديدة، ما اعرفش اذا كانت مصر الجديدة لسه فيها مكان راقي ولا لا، واجي في مربع معين لعلية القوم واجي ان انا اعمل له يعني excellent landscaping واضاءة واهتم بيه واحط له كل الحاجات دي، واروح مثلا لمنطقة تانية في شبرا ما اعملش فيها كده. أو نفس الشيء أن أنا هنا بزود إيرادات الإدارات المحلية في مكان وأماكن تانية سيبها بور، ما ينفعش. لابد أن يكون هناك توازن، لأن أساس الموضوع ده access for all، أن الجميع لهم أحقية الاستمتاع بالفراغ العام على أساس أن ده فراغ عام. لما يكون خاص أعمل اللي أنت عاوز تعمله، ما حدش فينا بيتكلم عن النوادي منسقة إزاي، لأن النوادي لأعضائها. أنا ماليش علاقة باللي بيحصل في نادي هليوبلس لأن أنا مش عضو في نادي هليوبلس، أنا مالي علاقة باللي بيحصل في حديقة الميريلاند، لأن حديقة الميريلاند هي حديقة عامة، وبالتالي أنا ليا فيها رأي أو لازم تراعي في كذا. تخصيص الحديقة بشكل أو بآخر ممكن ما يكونش هو ده الإجراء السليم تماما، مع العلم أن لابد من الأخذ في الاعتبار أن في قيمة اقتصادية وفي جوانب مالية وفي لازم نكسب ماشي، ولازم يكون في خدمات لها مقابل تمام، ولكن التخطيط علمنا أن في توازن ما بين الاحتياجات المختلفة وما بين المكونات. ما ينفعش أن أنا أغلب النواحي الاقتصادية على كل النواحي الأخرى واعتبر أن احنا بنعمل مدينة عادلة. الأفكار دي ظهرت بشكل كبير جدا، سواء في تجديد الأماكن الحضرية المراكز وكده، أو في إنشاء أماكن جديدة جدا. على سبيل المثال تحت السيتي ووك في دبي، مكان لطيف جدا ومكان مصنع، مكان مش قديم، أرض كانت صحراء وأنشئ فيها أماكن للتسوق والمطاعم والترفيه. الفكرة الأساسية اللي فيها إزاي تجذب الناس. عشان يجذب الناس هو مش بيجذب الناس بالبراندز، البراندز موجودة في كل مكان أو المطاعم موجودة في كل مكان، ولكن يجذب الناس بحيوية الأنشطة اللي موجودة وبتفاعل الناس مع الفراغ، وبالتالي إزاي أنا أشد الناس ويجوا هنا. لما الناس هيستمتعوا بالحياة الحضرية اللي موجودة بالأنشطة المختلفة اللي أنا بوفرها وبكل العناصر دي، الناس أوتوماتيك بشكل أو بآخر هتبتدي تتعامل مع الخدمات الموجودة وتبتدي تشتري وتاكل وتشرب وتستفيد بالخدمات دي. مدن كتير زي جدة على سبيل المثال استفادت من أفكار الحيوان العمرانية واستفادت من أفكار إنسانة المدينة في تطوير الكورنيش. الكورنيش كان فقير جدا، زي الكورنيش ستريب أو شريحة الكورنيش الواجهة المائية للمدينة ازاي تتطور بشكل ضخم، وأصبحت النهاردة من أكثر مناطق الجذب في كل المملكة العربية السعودية، وكمان أصبحت يعني لدرجة أنه جذب أن يكون فيها حلبة سباق فورمولا 1، وده مهم جدا بتعمل كل 6 شهور. والمدينة بقت اقتصاد المدينة نفسه اتغير، كمية الفنادق وكمية الخدمات والمطاعم والفاسيليتيز اللي ظهرت في المنطقة اللي تم تطويرها لنتيجة الجذب الكبير ونتيجة تنويع أنشطة الحياة الحضرية اللي موجودة فيها ضخم جدا جدا، أنعش اقتصاد المدينة بشكل كبير وأوجد منافس كتيرة. الأمثلة كتيرة جدا، وبنشوف إزاي المكان نفسه ممكن يستوعب حاجات كتيرة جدا. ميدان تايم سكوير في نيويورك ده كان أساسا مبني على الترافيك، في وقت معين أخذوا قرار إن هنلغي ترافيك من تايم سكوير ميدان التايمز، وهنعتمد على كونه ساحات ومناطق للمشاة لكل الأكتيفيتيز اللي فيها. المكان أصبح من أهم نقاط الجذب في نيويورك على الإطلاق، هو ده المكان الرئيسي قلب نيويورك، وكمية الأكتيفيتيز الضخمة لو نشوف ليهم موقع خاص على الإنترنت، لو بنشوف كمية الأنشطة وتنوعها، ليهم جدول وليهم كالندر على مدى السنة بالإيفنتس بالأحداث المختلفة، مكان مفتوح لكل البشر لكل الناس، أنشطة منظمة، أنشطة عفوية، أنشطة مختلفة، محلات، مطاعم،
من أنجح التجارب اللي في الدنيا. طبعاً هو ليه اعتبارات خاصة من الصعب تعميمه بالكامل، ولكن في جوانب إيجابية كتير ممكن نستفادها منها. من الحاجات اللطيفة جداً، يعني دي كلها أمثلة، إحنا بنحاول نوضح بعض الجوانب المختلفة في موضوع ليس فقط استعادة البعد الإنساني، ولكن إيه هي الأبعاد الإنسانية بشكل عام، ما الذي يجعل المكان إنساني. مشروع مهم كان تم من حوالي يمكن 10 سنين في كوبنهاجن اسمه سوبر كيلين، اللافت أن عمله معماري مشهور بيارك إنجلز أو بي آي جي، هو معماري دنماركي، وكان ستريب كبيرة جدا، مساحة فاضية في أحد أشد الأحياء إجرام وعدم أمان في كوبنهاجن، حي بيسكنه فئات مختلفة من جنسيات كتير، مهاجرين كلهم، منهم مسلمين ومنهم من الهند ومنهم من أماكن مختلفة، وكان دايما بينهم عداءات مع بعض. اللي حصل فيه برامج اتعملت للإصلاح الاجتماعي وللتفاهم واللغة وفاسيليتيز معينة وتشجيع الأطفال، و على هذا الأساس المكان الضخم ده هو تقسم لثلاث شرائح، شريحة فيهم هي ساحة الالتقاء اللي احنا شايفينها دي، بيندمج فيها المهاجرين، ده هنا يمكن بنشوف الهلال والنجمة والحاجات دي، لأن دي مرتبطة بثقافة المهاجرين المغاربة، في عدد كبير من المهاجرين المغاربة وبعض الأتراك وبعض العراقيين، وبالتالي الميكس ده إسلامي، الناحية الثانية مباشرة في هنود، الناحية الثالثة في كذا، الناحية الرابعة في كذا، وكل دول مندمجين في نفس الفراغ بشكل أو بآخر، الأطفال بتلعب مع بعض، الكبار السن بيقعدوا مع بعض، حصل نوع من أنواع الإدماج الاجتماعي ووضع رموز مقصودة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر للخلفيات الثقافية والروحية بتاعته. الموضوع ليس فقط موضوع استعادة الأنسنة، ليس فقط قاصرا على الحاجات الجديدة أو إعادة كده، كمان المناطق التاريخية في أوروبا، من أجمل الأمثلة مثال في مدينة سالزبورغ للحفاظ والتجديد، احنا عارفين احنا بنرمم ونسيب الحاجة جافة وكده، هنا يمكن التطوير بقى، تطوير المناطق التاريخية، تطوير المناطق التاريخية ازاي نحن نضيف بعد إنساني للي موجود أصلا، وهو أصلا الأركتكشر اللي موجودة مش عظيمة قوي. يعني مدينة سالزبورغ هي كلها مدينة تاريخية وفيها مباني كتير مهمة وفيها قلعة مهمة جدا على الجبل اللي هو اوكي قربنا نخلص. فهنا دخلنا في الستريت سكيبينج اليمنتس او عناصر التنسيق العمراني، الساينج المختلفة اللي موجودة اللي هي تخلق الروح دي، مش مجرد ان اللافتات تبقى بسكيل معين او كده، ولكن كمان يبقى فيه نوع من انواع الابتكار الذي لا يتعارض مع التاريخيه اللي موجوده في المدينه. وبالتالي نقدر نوصل ان احنا محتاجين حلول جديده للناس اللي بتعيش في المدن، تضع امامها ان البشر هم الاساس، ومش مفروض ان موضوع ان احنا نجعل المدينه انسانيه نحن نركز على نواحي ظاهرية فقط زي التشجير أو الأرصفة أو غيره، بالعكس ده احنا بنأسس حياة وأنشطة حافلة شاملة زي ما بيقولوا نابضة بالحياة، بتحتفي بالإنسان واحتياجاته وبتهتم بتنمية الجوانب الثقافية والروحية. طيب ايه العناصر اللي احنا ممكن نحتاجها في كده؟ الحقيقة دي يعني عناصر محتاجة كلام كتير، نحاول ان احنا نطبقها باختصار شديد جدا أو نشوفها باختصار شديد على كيس ستادي سريعة. احنا كلمنا عن استعادة البعد والمقاس الإنساني، كلمنا عن تعظيم الليفابيليتي والحيوية العمرانية، موضوع الوكابيليتي أو إمكانية السير، بنتكلم عن مدينة إنسانية أو مدينة أو مكان عمراني أو مكان عام إنساني، احنا بنتكلم عن وكابيليتي، لازم تسمحني إن أنا أمشي زي ما أنا عاوز، أمشي في أي مكان، أدخل من هنا، ما يبقاش عندي معوقات للسير ولا حواجز ولا. مسألة الوكابيليتي موضوع كبير جدا، وفي كتب وفي حاجات كتيرة اتكتبت فيه، ومرتبط تماما بما يسمى بالكونكتيفيتي أو الاتصالية ما بين الفراغات، الاتصالية ما بين المسارات، الاتصالية ما بين الشوارع، علاقة بمشي ومتصل معناه ان في كمان وسيله تانية في تعبت المشي، في ان انا عاوز اروح مكان للتاني، معايا عربيتي، معايا كذا، وبالتالي هنا مهم جدا التنقل الموبيليتي. الثلاث عناصر دول هم مربوطين ببعض، يمكن نطاق المحاضره ما يسمحش ان احنا ندخل فيهم بتفصيل،
احنا بنتكلم عن الوكابيليتي كليه السير، بنتكلم عن الكونكتيفيتي الاتصاليه، وبنتكلم عن الموبيليتي او التنقل ووسائل التنقل. ودول يعني من اهم موضوعات انسنه المدن. يمكن يكون في سياق اخر ممكن نتكلم فيهم. الادماج الاجتماعي اتكلمنا باختصار عنه، السياق البيئي مهم جدا، التوازنات البيئيه، واتكلمنا عن الملوثات الغذائيه وتاثيرها على الصحه العامه، الصحه النفسيه والصحه الجسمانيه، وازاي ان الواحد ما تتمليش المدينه كلها بالملوثات الكربون، وان احنا كنا بنتنفس هبوب، وبنتنفس كربون ودخان. الهوية الثقافية الأماكن مهمة جدا، شفنا مثال سالزبورغ، وكلمنا في مثال ميدان الحسين على سبيل المثال. السلامة والأمان الحضري، شفنا إزاي سلامة المشاة من أهم ما يكون. أنسنة المدينة بتحض وتشجع على الجماليات العمرانية. لو كلمنا كمثال سريع جدا حالة دراسية من المدينة المنورة، ده شغل واقعي كان لي الشرف أن أنا أشارك فيه. برنامج تم تأسيس برنامج من حوالي 5 سنوات لاستعادة البعد الإنساني في المدينة. المدينة مرت بأحوال كثيرة جدا نتيجة توسعات الحرم المختلفة على مدى 50 سنة، أدت إلى اختفاء مناطق كبيرة من المدينة، اختفاء المدينة التاريخية بالكامل، لأن هي كانت ملاصقة للحرم، ودي كانت ضرورة ما كانش فيه أي إمكانية لتجنبها، غير توثيق وإعادة بناء في أماكن أخرى. ودي طبعا كلها حلول كانت يعني أفضل من ما فيش، ولكن تتبقى الحقيقة أن المسجد كان ساعته ضيقة جدا جدا جدا. دلوقتي المسجد يتسع حوالي 1.5 مليون مصلي، المسجد بساحاته. نشأت الفكرة أن طيب كمية الأسفلت، كمية الآليات، خضوع المدينة للعربيات وكل الأمور دي، عاوزين نسترجعه تاني، خصوصا أن كل المنطقة بشكل أو بآخر هي منطقة مشاة، إذا كانت يعني مرتبطة بالحرم أو المنطقة المركزية أو مناطق أخرى نحتاج نحسن من أحوال السكان فيها. وبالتالي كان في 5 عناصر رئيسية لرؤية وضعت: التوازن بين العمران والطبيعة، تنمية الفنون والثقافة والتراث في الأماكن العامة في البابليك، مش في القاعات في الجالرز وكده. طبعا كان في جالرز، المدينة المنورة فيها أول مركز للفنون المعاصرة في السعودية على الإطلاق من حوالي 6 سنين، منشأ وبيقيم معارض. البيئة الطبيعية المستدامة، مشاركة فئات المجتمع ونمط حياة صحي ومتوازن. طبعا الهدف الأساسي هو السعي لتوازن أفضل ما بين العمران والناس والطبيعة والثقافة والنواحي الاقتصادية. ده أحد المشاريع الرئيسية. الصورة اللي موجودة قدام حضراتكم مشروع اسمه قباء بوليفارد أو جادة قباء. طريق قباء ده كان طريق مهم ما بين المسجد النبوي وما بين مسجد قباء، طوله حوالي 3 كيلومتر. نشأت الفكرة، كان أول مشروع الحقيقة اشتغلنا فيه، إنه يكون مسار للمشاة، لأن في تقليد معين في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم سبت كان بيمشي من المسجد النبوي إلى قباء وبيصلي الفجر، وأعتقد أن دي كانت بتحسب بأجر عمرة أو حاجة زي كده. فكل المعتمرين والحجاج والزوار بيجوا وبياخدوا نفس التقليد، وبالتالي كانوا محتاجين بيئة آمنة للمشاة. في نفس الوقت هو شارع تجاري وحيوي في المدينة. بدأنا بيه وتم وضع يعني زي أسس معينة كده كيف يمكن أن يكون الفراغ إنسانيا، وكيف أن يمكن أن يكون هذا الشارع هو مثال اللي نتكلم فيه. إيه خصائص الأماكن العامة؟ أسس إعادة التصميم. وضعنا عدد من الأسس المختلفة اللي تطبق في قدر الإمكان. طبعا ما فيش حل واحد لكل شيء، ولكن في أسس وفي موائمات في التنفيذ. البرنامج نفسه كان برنامج مهم، انه لم يقتصر فقط على الحاجات البابليك، ولكن دخل في الاحياء وتحسين الاحياء وتم بالخدمات والمرافق العامه والتنميه المجتمعيه للاحياء. كمان نظر الى الانشطه اللي بتتم خلالها، الى بيئه الاماكن وتحسين الاماكن الخضراء. لو رجعنا لقباء نستعرضه باختصار، الفكره بسيطه جدا ونقدر نطبقها في اي مكان. المدينه تتبع من؟ لو احنا بقولنا المدينه للسيارات، ده كان وضع طريق قباء قبل التطوير، وبالتالي احنا بنحصل على كمية سيارات زي ما احنا عاوزين. يعني if we are planning for a car we'll bring more cars, if we are planning for pedestrian we'll bring more people. لو احنا بنعمل عشان نجيب الناس فاحنا نجيب الناس، احنا عاوزين ايه بالضبط من الموضوع، عربيات ولا ناس؟ وضعت زي ما اتفقنا كان في استراتيجيز مختلفة للتجديد والتطوير. كان منها ان يبقى في events، كان منها يبقى في مشاركة مجتمعية زي ما احنا شايفين اللي موجودين في حال أهدف الشارع نفسه أثناء التطوير.
فئات مختلفة من الأطفال، من كبار السن، من الزوار، من السعوديين، من الأجانب، فئات مختلفة، حتى الناس اللي هي مش فاهمة لغة عربية وقاعدين. دي كانت جلسة حوارية على التطوير ممكن يكون إزاي وأبعاد مختلفة فيه، بعض الجوانب المختلفة اللي حصلت. المسألة يمكن هنا كانت في البداية أول حاجة حصلت إن تغيير الثقافة السائدة بعدم الاعتماد على السيارة وتحويل الشارع جزء منه حقيقة هو تلته تقريبا إلى منطقة مشاة. بعد كده هو السيارات بتمشي بسرعة معينة وتوسيع الأرصفة، مش لازم يكون عندي 4 حارات في الشارع، ممكن 2 حارات كفاية، ويبقى عندي أماكن مكان انتظار مؤقت وأوزع المساحات الباقية على الأرصفة. تنمية الأنشطة التجارية نفس الوضع، يعني عندي بقى زوار وعندي ناس عاوزة تريح، يبقى في مقاعد وبقى في وسائل مناسبة، ممكن يبقى عندي إيفنتس أحداث معينة، وده موضوع طويل شوية، زي الأحداث دي بتدمج ما بين الفئات المختلفة من الناس، وزي يبقى فيها جزء من الهيريتج، جزء من التراث غير المادي. على سبيل المثال القصص التاريخية ممكن نحكيها، وممكن يبقى يعني في صورة مسرحيات مفتوحة في الأوبن إير وتتفاعل فيها ناس كتيرة مع بعض. بنشوف ازاي اماكن كانت زي الصوره اليمين فوق، زي كانت الاماكن دي كلها اسفلت واماكن انسيف اصلا ان احنا نعبر فيها، اصبح مكان يعني امن للمشاه ان هي تمشي فيه وتستمتع ببعض الهدوء وهي في رحلتها من المسجد الى كذا. مشروع تاني سريع جدا، في عندنا وادي مهم اسمه وادي العقيق والاوديه. الحقيقه الوادي ده ليه يعني جذور تاريخيه معينه، كان نهر جاري ونتيجه التغيرات المناخيه خلال القرون اصبح مجرد وادي فضت منه المياه، كان مياه جاريه جاريه لدرجه ان كانوا بيبنوا عليه القصور والاستراحات، وطبعا عليه كميه مزارع ضخمه جدا، اهم مزارع النخيل موجوده فيه ومزارع خضار وحاجات كده. الوادي لانه طوله كبير 76 كيلومتر منه 16 كيلومتر داخل نطاق المدينه، فوضعنا له مخطط هيكلي مهم وقسمنا عدد من السبوتس اللي يكون فيها حاجتين. طبعا مشكله الاوديه في السعوديه للناس اللي عندها فكره ان بتجمع فيها السيول ومياه الفيضان وممكن تغرق اللي حواليها، وبالتالي الوادي بينقل المياه من الجنوب الى الشمال في الغالب لغايه ما تتصرف سواء بالتصرف الطبيعي في المياه الجوفيه او جزء منها من البخ. المخطط ده كان الفكره الاساسيه ان احنا بنخلق نودز للناس بجانب موضوع تصريف المياه، او ان هو يعني جريان السيول وكده ودرء اخطار السيول ان هي ما تغرقش المناطق المحيطه، وان احنا نفهم الداينامكس بتاعتها، ان احنا نستخدمها في الزراعه ونستخدمها في اماكن ترويحيه للناس وكمان مسارات للمشي زي ما حضراتكم شايفينها. تم تنفيذ المرحله الاولى، حاليا في المرحله الثانيه منه، والحقيقه اتموسفير ظريف جدا. دي تصورات للوادي هيكون ازاي، منها مواقع تاريخيه كمان، ازاي المواقع التاريخيه بنقدر ندمجها، بنحقق نقاط جذب للناس، نقدر نجيب اماكن عامه لجميع الناس تقدر تيجي ويكون فيها انشطه ويكون فيها لانسكيب لطيف، الناس تعمل نوع من انواع الترويح، في نفس الوقت في انشطه تجاريه خفيفه، بيع شراء، كافيهات صغيره ممكن تكون موجوده. ده منظر عام للوضع بعد التطوير في المرحله اللي قلتها لحضراتكم، واتاح هنا مسار للمشاه وللجري وللعجل، بجانب انه ممكن ننزل استكشاف نباتات الوادي، عملنا كتاب عن النباتات الموجوده فيه، نوع من انواع التوعيه بالحياه الفطريه. في النهايه بنقول ان احنا انسنه الاماكن العامه ليست فقط عشان يبقى عندي مكان لطيف وظريف، ده انا كمان ممكن احسن جوده الحياه في المدينه من خلال تاكيد توازن بين المتطلبات العمرانيه والاحتياجات الانسانيه، من خلال تحقيق الراحه، استعاده طابع الاماكن التاريخيه، الحفاظ على المناظر الطبيعية، كمان ان انا اقاوم شوية من تغير المناخ والتخفيف من اثار التغيير المناخي، وتوفير وسائل ابداع وترويح جديدة، بالاضافة طبعا ان احنا بنشجع على الابداع الثقافي. شفنا المسرح وشفنا في معارض كتيرة، معارض فنية تمت في هذا الفراغ في جدة قباء على سبيل المثال، كمان هنا سواء في جدة قباء او في المشروع ده عندنا ريسايكلينج للمصادر المياه وريسايكلينج ل المخلفات. أرجو أن يعني نكون أعطينا فرصة سريعة عن بعض الجوانب اللي ممكن تساهم في أنسنة الأماكن العامة، وبالتالي علشان ما تكونش النظرة تشاؤمية أعتقد أن احنا ممكن نوصل للصورة دي.
أستاذنا نشكرك شكرا جزيلا على نشوف بس المحاضرة السريعة، بس احنا عايزين محاضرة تانية، احنا لسه ما كملناش الموضوع. طيب ده الوضع الذي لابد ان يستقيم، ده الوضع الصحيح. هجيبه من الاول، معلش مش عارف، واضح كده يا دكتور احمد؟ واضح يا دكتور. طيب ده الوضع اللي احنا عاوزين نتخلص منه ونرجع الى الاصل. شكرا دكتور احمد، وشكرا لحضراتكم. ارجو ان المحاضره يعني تكون فتحت بعض الافكار، ويعني ممكن تكون مفيده لحضراتكم بشكل او باخر. يعني شكرا يا دكتور احمد. شكرا يا استاذنا الجليل. هنفتح طبعا المحاضره ممتعه، وعذرا على المقاطعه، لكن الالتزام المؤتمر عشان عندنا سيشنز بعدها، فاحنا هنفتح باب الاسئله. حد عايز يوجه أسئلة للأستاذ الدكتور جلال عبادة؟ raise hand لو سمحتوا. طيب أنا هوجه أسئلة لغاية ما الناس تجهز أسئلتها. أستاذنا الدكتور، على الجانب الاقتصادي، الكثير اللي بيدعوا إن تحول المدينة لمدينة إنسانية والكوست مور، من خلال تجربة حضرتك في المدينة المنورة، البعد الاقتصادي في الاوبريشن وفي الكونستراكشن وفي يعني فين في الدايمنشن بقى بالنسبه للمدينه السيارات اللي احنا عايشين فيها؟ طيب يعني هو ده سؤال مهم جدا، اعتقد ده محور رئيسي. رقم واحد، الدوله مش شركه تجاريه، الدوله عليها دور في الخدمات، بمعنى ان تقديم الخدمات مش بالضروره يكون تقديم مقابل مادي. فاذا كان في جزء من الموضوع او من تقديم مكان مفتوح، مكان فيه كواليتي معينه للمواطنين، ده جزء من الخدمات، بجانب ان لابد من دراسه الابعاد الاقتصاديه المختلفه ان المشروع يكون مربح، خصوصا على المدى البعيد. يمكن احنا بنبص على المدى القريب. في هنا مثال صغير، كنت اشتغلت مع استاذي في الدكتوراه، كان راجل عظيم، بروفيسور مايكل تريب، كان عمل مشروع صغير، قولوا ناس من حي كده في احد ضواحي مدينه شتوتغارت، المكان اللي كنا فيه، وقالوا له احنا ما عندناش هواء تجاري، والزباين بتمشي من عندنا ما بتجيش، لان المكان كان ضاحيه، بالرغم ان هي ضاحيه اثريه وبيروحها الناس عشان يعني التاريخ والتراث والحاجات دي، وبالتالي بيعدوا مناطق الشارع مشارع كده، شارع محلات تجاريه، فاحنا عاوزين نحيي المكان تاني بحيث ان احنا نجيب الناس مره اخرى. تطوعا منهم اصحاب المحلات اللي موجوده في شارع، الشارع طوله حوالي يمكن 600 متر او 700 متر تقريبا، جمعوا من بعض الفلوس، وكانت التكلفه طبعا هم كان له بادجت، البلديه ما ساعدتهمش بحاجه، 200,000 يورو من حوالي يمكن 10 سنين 12 سنه. بال 200,000 يورو الراجل اضاف بعض العناصر البسيطه وعمل جزء لاندسكيب، وعاد الرصف، طبعا الرصف ده على حساب البلديه، فدخل البلديه في الموضوع، لان جزء من المساله هيتم برضه يعني لازم يكون فيها اعتبارات سياسيه. المكان اتغير بالكامل، يمكن ما فيش مجال ان انا اعرضه على حضرتك دلوقتي، المكان اتغير بالكامل. الرواج التجاري، ال 200,000 دولار دول رجعوا، ال 200,000 يورو رجعوا في 3 شهور، رجعوا تاني كارباح صافيه. المدينه اشتغلت، او الجزء ده من المدينه اشتغل، البلديه اخذت رسوم، لان كان في ناس مترددين، ورسوم الباركينج، ورسوم اللي مش عارف الايه، ورسوم الايه، والضرايب اللي على المنتجات والكذا، كل الناس استفادت من مجرد تحسين الفراغ الحضري، وكانت التكلفه الى حد ما مش عاليه، لان هو كان افوردبل، مما دعا ان هم يطوروا الموضوع اكتر. طب ما نجذب بقى الناس بجد، ونحط حاجات اكتيف وانتر اكتيف، ونعمل كذا. ف اللي انا عاوز اقوله ان المردود الاقتصادي صعب جدا ان احنا نبص له على المدى القريب، ان احنا لازم ندور راس المال يرجع في خلال 6 اشهر او يرجع في خلال سنه. في امور هي لونج تيرم،
لما بنيجي نظبط مكان علشان المكان ده بيبقى خلاص بقى مكان عام والناس بتعرفه والناس بتيجي فيه، مردوده على المدى البعيد بيبقى مختلف تماما عن ان انا متوقع منه بعد سنه. حتى في الفراغات الخاصه، على سبيل المثال اوبن اير مول في مدينتي كان مكان صحراء متراميه في 3 4 مقاهي ومطاعم وكان محل هنا وهنا، اخذ شهره رهيبه جدا في الوقت الحالي واخذ كميه تردد عالي. شوفوا في الويك اند على سبيل المثال نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بنى لقدام، بنى مرافق وبنى فاسيلتيز وبنى امينيتيز مختلفه وزراعه وكذا وحاجات فور فري للناس. يعني من المولات النادره انك ممكن تلاقي فيها كرسي مش بفلوس، ممكن تقعد ناس تيجي من اي مكان في الدنيا وتقعد في الجناين وتقعد على الميه من غير ما تضطر مثلا تدفع قهوه من ستاربكس او كده. بمعنى اخر ان المردود على المدى البعيد اذا تم دراسته بشكل جيد وتم دمجه مع عناصر التطوير او عناصر الانسانه للسين بيبقى طبعا اعلى و أكثر استدامة من مجرد طفرة سريعة في 3 4 شهور نتيجة التدخلات العقارية. شكرا جزيلا أستاذنا. في ثانية واحدة حد رفع إيده، هدير، الدكتورة هدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لحضرتك يا دكتور، هو يعني هو مش سؤال، هو استغراب وفي نفس الوقت سؤال. يعني كان في بحث أنا بشغل عليه على رسالة الدكتوراه، وكنت بعمل استبيان مع الناس عن مكان معين في مشروع إسكان اجتماعي في مدينة المنصورة. المكان أو الأماكن الفراغات الموجودة في مشروع الإسكان الاجتماعي ده فيها بوتنشال عالية جدا إن هي تكون great places، لكن الناس من خلال الاستبيان اللي أنا كنت بعمله والزيارات الميدانية هم مش فاهمين هم المفروض إيه المردود اللي ياخدوه من الفراغات العامة. ما عندهمش الوعي إنه المكان ده بالنسبة لك ممكن يكون حاجة كبيرة بتمارس فيها حياتك اليومية، بتتعرف فيها على الناس وليك فيها إكسبيرينس مميزة وتخليك ترتبط بالبيئة اللي انت عايش فيها. ما عندهمش الوعي ده، وهم شايفين إن المكان كده بيناسبهم ومش محتاجين في أي حاجة زيادة، نتيجة ان هم فعليا الحاجة اللي هم عايزين يعملوها بيعملوها بس في صورة تعديات او حاجات مش مسموح بيها عشان يحققوا احتياجاتهم. فهم بيعملوا اللي هم عايزينه بس مش فاهمين ان هو حق ليهم اصلا المفروض يكون موجود في المكان. السؤال هنا بقى، ازاي اقدر اقنع الفئة دي او العقول دي ان هم في حاجة انت ممكن تعملها علشان تاخد بيها المردود اللي انت عايزه، بس بطريقة تكون كويسة وتكون تفيد المجتمع ككل، ما تفكرش في نفسك بس، ان انت ممكن تاخد حاجة اكبر من اللي انت متصورها، انت مش شايف لبعيد. ازاي بقى؟ تمام، شكرا لسؤالك يا دكتورة. احنا ما عندناش ثقافة المكان العام، الاجيال الجديدة ما عندها ثقافة المكان العام. أقصى احنا عندنا الحدائق الكبرى الموجودة ربنا يخليها لنا، إنما غير كده في حاجات تانية مش كبرى. حدائق الألعاب بس هي كان في حديقة 2 3 في الشوارع، كان في طبعا مصر الجديدة غنية عن التعريف بكمية الحدائق الكثيرة حتى في وسط الشوارع. فبالتالي احنا جيلي والأجيال اللي بعدها بشوية، أنا شايف الدكتور عادل عنده سؤال، والدكتور عادل من سكان مصر الجديدة الحزينين على مصيرها. يعني إحنا استمتعنا بالمناطق الخضراء دي لأن إحنا شفناها وعرفنا إيه قيمتها. الأخ اللي حضرتك بتتكلم عنه أنا بشوفه بياخد الأتوبيس من المنصورة وبيجي حديقة الأسرة هنا على طريق السويس، مشوار طويل جدا عشان يقضي يوم، لأن حديقة الأسرة مكان لطيف ومكان ظريف وفيه بابليك سبيس وفيه كذا وفيه كذا. انما هو مش متقبل ان يكون عنده حديقه عند حضرتك لانه ما تعودش، ما شافش، ما علمش ولاده ازاي ان هم ممكن يلعبوا ويستمتعوا في امان. هم ممكن يعملوها طفره بس ما تكونش عاده، ودي المشكله الكبيره جدا، مشكله الوعي ومشكله التربيه، توعيه الاجيال الكبيره اللي هم يعني دول خلاص ما ينفعش يتعلموا، وتعليم الاطفال ان المكان العام ده مكان ليك لحريتك ولتفاعلك مع الناس والكذا والكذا وكذا، زي بالظبط امتداد للشارع اللي انت ساكن فيه لو في ساحه او في وسعايه كنا بنلعب فيها او الحاجات اللي موجوده. فللاسف المهمه مزدوجه، الاعلام ما بي
ما بيقومش بأي دور في هذا، في يعني في مجالات التوعية دي، وفي نفس الوقت التربية يعني مفيش، الأمور دي مفيش بمعنى إن يعني مفيش حد بيوجهه في المدرسة إن في حاجة اسمها تنسيق حضاري، أو إن في حاجة اسمها خضرة، أو إن في كذا. في مدرستي في الإعدادي كان في زراعة، تربية زراعية، كان بيعلمونا النباتات والزراعة وكذا، فكنت أروح الحديقة اللي أنا بعدي عليها وأبص على النباتات اللي بيقولوه، وبالتالي نشأ عندنا كده الموضوع يعني متكامل. موضوع رفع الوعي يعني موضوع مهم جدا، وأعتقد إن ده يعني محور مهم. أستاذنا الكبير دكتور عادل ياسين موجود معانا، أستاذ جودة الحياة في مصر، وأكثر إلماما بنا بمشاكل الوعي عند الناس بجودة الحياة ومظاهرها، الناس ما شافتش، فبالتالي مش متخيلة اللي حضرتك بتقوليه. ألو، مع دكتور عادل عباس، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير دكتور عادل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، انا مدرس في معهد القاهرة، والأهم من كده انا تلميذ حضرتك. ربنا يخليك، مش عايز اكبر حضرتك. جميل عزيز يا عادل. لا يا فندم، لا انا سعيد جدا بالتواصل مع حضرتك دكتور جلال. انا مش هطول على حضرتك، نقطتين بس بعد اذن حضرتك لو اتكرمت. حضرتك اشرت طبعا لمصر الجديدة، واشرت ان انا يعني والله حضرتك متابع يعني على الفيسبوك. يعني البابليك سبيس انا بحكم نشأة في مصر الجديدة كان متنوع جدا، يعني من روكسي كان بابليك سبيس، قدام سينما روكسي كان بابليك سبيس، الناس تتقابل، مفيش موبايل ولا حاجة، نتفق ان احنا قدام سينما روكسي، قدام بوابة نادي الشمس، قدام. فدي جزئية مش عايز اقول لحضرتك ان بخصوص مترو مصر الجديدة، ان محطة مترو مصر الجديدة كانت بابليك سبيس، ان احنا هنتجمع في ميدان المحطة، في ميدان سفير هنتجمع في المحطة الفلانية. بخصوص المترو حضرتك، جانب تاني خالص بعيد قوي، ان هو يعني ازاي الانسان يرتبط مش بالمكان، الانسان يرتبط بوسيلة مواصلات. يعني على جروبات مصر دي الناس بتقعد تفتكر ذكرياتها بالمترو، ان المترو كنا بنروح فحتى وسيلة مواصلات بتبقى يعني بتشكل ارتباط ما بين الانسان وما بين المكان اللي هو عايش فيه. فدي بس يعني جزئية تنويه، يعني حضرتك ذكرت مترو مصر الجديدة، يعني فده كان الارتباط بين الإنسان، مش الإنسان والمكان، الإنسان والوسيلة، وسيلة المواصلات يعني. فدي جزئية. في سؤال بقى عايز أسأله لحضرتك لو تكرمت حضرتك أستاذي. إحنا بنتكلم على الجيتد كوميونيتي، إحنا عندنا في مصر الجيتد سيتيز يعني الرحاب، هي مش كومباوند، هي مدينة. هل المفهوم ده دكتور، هل ده مفهوم موجود في العالم، ان مدينه جوه المدينه؟ يعني انت اتكلمت عن تمدد القاهره، فهي القاهره مش كمدينه تمددت، دي تمددت وتكاثرت، يعني المدينه انجبت مدن صغيره بداخل المدينه. فوجهه نظر حضرتك ايه بالنسبه، انا هتكلم مني عن الرحاب ومدينتي كمدينه بداخل المدينه، هل التجربه دي موجوده في العالم يا دكتور، ولا هي كيس خاصه بمصر؟ شكرا لحضرتك. شكرا دكتور عادل، شكرا جدا على الذكريات شكرا دكتور عادل جدا على الذكريات المؤلمه لمصر الجديده. انا كنت من سكان مصر الجديده وحسب كلامك، وما زلت حتى الان المكان الوحيد اللي احنا بنحس ان هو يعني ممكن نتمشى فيه، بنضطر برضه نروح ما تبقى من مصر الجديده في الكوربه وفي شارع الاهرام وشويه في شارع النزهه للاسف، يعني للاسف ان هما دي الاماكن الوحيده الباقيه. يعني السؤال حضرتك مهم جدا. انا يعني درست في اماكن مختلفه، درست واشتغلت في 4 دول في اوروبا. انا ما شفتش حاجه اسمها جيتد سيتيز ولا جيتد كوميونيتيز على الاطلاق في اي مكان. يا راجل الجامعات نفسها ملهاش اسوار، هيبقى السكن ليه اسوار؟ السور الوحيد هو سور فنس صغير لفيلتك او لبيتك الشخصي فقط، انما مفتوح كمان يعني، بس طبعا مفهوم الملكيه الخاصه. باستثناء الخليج طبعا، الخليج فيه مدن، دبي فيها مدن، مدن بمعنى المدن، مدن مصوره وكومباوندز وكل الحاجات اللي هي ما هي صدرت لينا من دبي، صدرت لينا من الخليج بشكل اساسي. انا لا ما شفتش كده. و يعني الحياه في الجيتد سيتيز او الجيتد فيري بيج فيري لارج سكيل كومباوندز زي الرحاب، انا من سكان الرحاب على فكره، ويعني اقول لك ان هي من الناحية الاجتماعية تقريبا تعيسة بمعنى الكلمة، تعيسة بمعنى الكلمة يعني. يعني صحيح احنا بعيد عن الدوشة وبعيد عن الترافيك وبعيد عن كذا، ولكن على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على مستوى اي احداث، بعيدة جدا جدا جدا. الكلام اللي كنت بقوله في الاول على الانفصال والترابط حقيقي، انا بفكر 100 مرة اذا كنت ان انا انزل اعدي النيل او لا، امشي في الطريق الدائري ولا لا،
بدون مبالغه نتيجه حاجات كتيره جدا. طبعا الموضوع مرتبط بسلوك ومرتبط بالمرور ومرتبط بالحاجات الكتيره، بس مساله التباعد والانفصال مساله صعبه جدا. وعلى كل مستوى التجمع الخامس او عفوا القريه الجديده الرحاب جزء منها، لا يوجد مركز، لا يوجد مدينه، لا يوجد فراغ عام ممكن نتقابل انا وحضرتك مثلا نتقابل فيه. في حاجات برايفت، نروح مطعم ولا نقعد في سي اف سي مش عارف فين في كافيه على بس كلها حاجات برايفت، ما بنشوفش غير بعض، ما بنشوفش حد تاني او نتكلم زي ما كنا بنتفاعل في اي مكان تاني. انا في الاساس من شبرا، يعني لما كل الناس مع بعض وكل غني ساكن جنب الفقير، الورشه جنب البقال، جنب كذا جنب كذا، يعني ما فيش التعقيدات الطبقيه الكتير اللي حصلت خلال الفتره دي. فللاسف الاجابه لا يوجد غير عندنا، وده مستورد من الخليج بتقاليد معينه. وهنا يعني ضروري جدا تنويه ان ما يصلح في الخليج لا يصلح في كل مكان. العوامل اللي نجحت دبي على سبيل المثال ليست هي نفس العوامل اللي ممكن تنجح القاهره. فلما قلت دبي ما عنديش جارانتي ان انا هنجح زي دبي خالص. شكرا جدا لمداخلتك دكتور عادل. هنستأذنكم هناخد اخر سؤال عشان السيشن اللي بعدها الساعه 1:30 وهنحتاج بريك. الدكتور اسلام الغنيمي كان عنده سؤال، اتفضل دكتور اسلام. الاستاذ الدكتور اسلام غنيمي. اهلا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذنا الجليل دكتور جلال، انت طبعا استاذنا ومش في السن انما في المقام وفي العلم التكنولوجيا طبعا ما شاء الله. راجل عجوز. دكتورنا الغالي، انا بس استاذن حضرتك في حاجه كنا بنتناقش فيها دايما. بلد زي البحرين مثلا او زي المناطق اللي هي الحاره الرطبه جدا، كويس، عمليه الفتره بتاعت الصيف والتعامل مع الاوت دور سبيسز وان انت تتعامل مع الوكابيليتي والكلام ده، اعتقد ان ده تشالنج وصعبه شويه، مش كده برضو؟ يمكن في المدينه، انت حضرتك في الطرح اللي طرحته اللي بيزوروا المدينه، يعني بيزوروا المدينه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام لهم قصه تانية. انما ايه راي حضرتك في التصور؟ لان انا بصراحه لغايه دلوقتي مش لاقي لها يعني تصور. يعني شكرا دكتور. والله بشكر حضرتك جدا، سؤال قيم، ويعني الزملاء السعوديين ردوا عليه اكثر من رد قبل كده. الرياض على سبيل المثال، واحد مفهوم أنسنة المدينة، يمكن أنا نسيت أنوه عندي، ظهر في الرياض من حوالي يمكن 8 سنين أو 10 سنين على يد أمين الرياض أو المايور في الرياض وقتها الأمير عبد العزيز بن عياف. أنسنة المدينة ظهرت في الرياض، مبادرات أنسنة المدينة ظهرت في الرياض التي تصل درجة الحرارة فيها في الصيف إلى 50 درجة مئوية. 50 درجة مئوية في يعني اللي هو ذروة الصيف. وبالتالي في معالجات مختلفة دكتور إسلام حضرتك أدرى مني بيها، مش بالضرورة على فكرة، ده أنا بكلم على مستوى تصميمي لو إحنا نزلنا شوية، يعني مش بالضرورة إن الفراغات العامة تكون كلها مكشوفة، ما حدش قال إن هي تكون uncovered. مش يرب في قطر على سبيل المثال، البرحات الأساسية في قطر هي مسقوفة، مسقوفة ولطيفة جدا وفيها حاجات كتير. يمكن ده مشروع معماري تاني مش ريليفنت 100%، بس ده بيدي المجال لحاجات تانية. جوجنهايم ابو ظبي، اسف، لوفر ابو ظبي، ما هو جزء ضخم من القبه، هو بيسقف فراغ عام ومع المياه مع الحاجات دي. والحراره في ابو ظبي يمكن مشابهه شويه، الحراره والرطوبه في ابو ظبي مشابهه شويه لعندكم. بمعنى اخر ان التحدي التصميمي بيرجع للابداع المعماري وما بيرجعش ان انا طب انا خلاص انا مش هعمل فراغ عام للناس. في حاجه تانية، ان في ناس كتير اللي هم يعني بيقدروا يعملوا توازنات وبرضه لصالحهم عقاريه، ان نشات فكره الفراغ العام شبه الخاص. يعني انا عندي فراغ في مول، والمول بالكامل مكيف، والمول بيبقى يعني اتريوم ضخم جدا وبيتسع لحاجات كتيره جدا، وموجود طبعا حضرتك عارف الاتريومز اللي موجود ده، ايضا كان احد البدائل المختلفه. فاللي عاوز اقوله ان دي موجوده، مش بالضروره يكون عندي الفراغ العام غير عفوا كفرد او مش كفرد. دي بترجع للمعماري، ومش بس عندنا، يعني انا شفت في ملج على سبيل المثال البلازا الرئيسيه، الكورنيش الرئيسي، كل المساحات اللي حوالين الميناء كلها بالكامل مسقوفه، مسقوفه شيدد اللي هي يعني زي برجولا، بس برجولا لطيفه واتراكتيف وكده، لان فعلا هم ما عندهمش شتاء،
بالمعنى المفهوم، فعلى طول باستمرار ام حار، فده مساحات تصدير ضخمه، مساحات شاسعه، حوالي يمكن كيلومتر على الاقل او كيلومتر و200 متر من البرجولات المختلفه. فاللي بقصده ان هي بترجع للمصمم، ما حدش شرط ان الفراغ العام لابد ان يكون غير مسقوف انكفرد. نورتنا يا دكتور، وعزمنا على البحرين بقى. الله يبارك فيك يا دكتور، شكرا جزيلا على كلامك. نشكر الاستاذ الدكتور اسلام الغنيمي، ويعني نكتفي بعد اذن حضراتكم. انا عارف ان انا لو فتحت الجدل او النقاش هنقعد لبكره، والمحاضره ثريه وفيها افكار ثريه، بس احنا على وعد. بس دكتور احمد، لو في مداخله اخيره هستاذنك، بس استاذي العظيم دكتور عادل ياسين فيما يتعلق بجودة الحياة ورد على الدكتورة هدير. أستاذنا موجود، وعي الناس. أستاذنا موجود، منور دكتور عادل. يا أنا موجود معاك وأنا سامع الكلام الجميل اللي بيقوله دكتور جلال. أستاذ الأساتذة، أستاذ الأساتذة، يا رب منور الدنيا يا أستاذ دكتور عادل. اتفضل يا فندم. يا رب خليك، شرف كبير. اتفضل يا فندم. لا، هو أنا بفتكر الكلام اللي بيقوله، يعني هو طبعا دكتور جلال أستاذ كبير، لكن هو ابني العزيز، يعني بعتز بيه ما شاء الله، بقى يعني حاجة كبيرة، ويشرفني جدا أفكاره وأبحاثه وجولاته والثقة اللي هو واخدها وسط مجتمعنا، حاجة جميلة تشرف. هو أنا بس بفتكر إيه، الـ open spaces والأماكن التجمعات بيتعجبني، اللي هي لها اسم كده بس نسيته دلوقتي، اللي هو مثلا في محطات القطارات، ولا في التجمعات التجارية الكبيرة بتبقى في أماكن فاضية في النص، ساعات يجيبوا ناس يقعدوا يعزفوا، يقعدوا مش عارف يعملوا، يقدموا attractions تلم الناس على حاجة مفرحة. دي أنا بتصور هي إضافة هائلة، زي ما احنا بنوفر الظل، بنوفر ما يجمع المجموعة أو الكوميونيتي. وكلمة كوميونيتي بتعجبني بالإنجليزي وبالعربي، هي come to a unit. فاحنا بنوفر للأماكن، في الأماكن ديت ما يجمع الناس لبعض، دول يشوفوا دول ويشوفوا دول مبسوطين ودول يشوفوا دول مبسوطين، فبتتجمع الناس. يعني زي ما الكلام دلوقتي هو الرحاب، هو ما فيش سعادة ليه؟ أيوة، احنا لا نبذل مجهود كافي ان نوفر البيئه اللي تلم الناس، سواء في الظل او فيما يجمعهم في الاتراكشنز، يعزفوا مزيكا، روح نسمع بيتهوفن. طبعا احنا مش هنسمع بيتهوفن هنا، ولكن الاتراكشنز كثيره موجوده وممكن نقدمها. فاللي انا بشوفه ماشي، اذا كانت المينيسيباليتي ولا اذا كانت المحافظه ما بتقدمش، طب هم الناس ما بيقدموش ليه؟ يعني ايه؟ هفتكر في سنة 61 احنا رحنا اسبوع شباب الجامعات في دمشق، وكان فاكر الثلاثي المرح الله يرحمهم بقى كلهم، الضيف احمد وجورج واسمه ايه، كانوا بقى اشوف ان بقى ماشيين في الشوارع كده، واشوفهم واقفين على كورنر وعمالين يهرجوا ويضحكوا، والناس كلها بتتلمع. صورة جميلة جدا ان احنا نجمع المجتمع. اظن احنا محتاجين ديت يا جلال في الرحاب عندكو، الناس تتلم وتعمل بينها وبين نفسها attractions، تتجمع الناس على يونت. الداية اللي في ذهني دلوقتي، ايه رأيك يا جلال؟ مع حضرتك، وفي بعض الحاجات والحوار ممتد، انا مش عاوز اخرب الجدول البرنامج الزمني للدكتور احمد، يعني ان شاء الله اتكلم مع حضرتك بالتفصيل، شرفنا ونتكلم بالتوسع اكتر. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ الاساتذه دكتور عادل ياسين، مشكورك جزيلا، يا رب خليك موفق ما شاء الله، وكلنا بنتعلم من حضرتك، ربنا يديك الصحه. العفو حبيبي، العفو حبيبي، ربنا يبارك فيكم جميعا. في نهايه الجلسه نشكر استاذنا الدكتور جلال عباس على المحاضره الثريه، وعايزين وعد يا دكتور جلال ان شاء الله بمحاضرة تانية ان شاء الله بالتعاون مع بيم اريبيا وارك سبيس، نستكمل فيها أنسنة المدينة. عايزين وعد من سيادتك ان شاء الله. عايزين وعد يا جلال، قول ان شاء الله باذن الله. لايف اهو كده عشان نورتك على لايف كده. ايوه لازم نورتك، انا بنسجل فيديو اهو.
إن شاء الله. ونشكر السادة الحضور جميع الأساتذة، وهناخد بريك 10 دقائق في الروم دي، وهندخل هنعمل ديلي بس في 10 دقائق في الروم رقم واحد، وبقية الرومز إن شاء الله هتشتغل في موعدها بالتتابع وطبقا للجدول المرفق. الأبحاث سرية والفعاليات مستمرة إن شاء الله لغاية الساعة 4:30 مساء إن شاء الله. نشكر حضراتكم. لا دكتور جلال خليك معنا، إحنا عايزين بس كل الزملاء اللي يقدروا يفتحوا الكاميرات عشان ناخد الصورة الجماعية بتاعة المحاضرة دي، وكل صور بتنزل على البلاتفورم. تحياتي دكتور مصطفى ودكتور محمد عصر. اهلا اهلا دكتور جلال. كان معايا دكتور علي ابو غنيمه بس استاذن لظرف، المتواجد طول المحاضره استاذ الدكتور علي ابو غنيمه. احمد صالح اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور احمد، اهلا بحضرتك، محاضره جميله جدا دكتور جلال، ربنا يعز حضرتك يا فندم، يعني ساعدنا باللقاء ده ان شاء الله اللي يتكرر باذن الله قريب. شكرا لحضرتك معتز، وحشتنا يا معتز. الله يخليك يا حبيبي، تسلم. احنا خدنا سكرين تمام، و ده معتز المشاكس. ايوه ايش فايده برضو. لا بقى انا جبت حاجه من بره معتز. اهلا بيك يا صوتك معتز، كتر خيرك حبيبي. الله يخليك، تسلم يا دكتور. تحياتنا يا دكتور جلال. الدكتور مصطفى وحشتنا يا دكتور، ما ينفعش كده. ان شاء الله نتقابل ان شاء الله، بس متواصلين في لقاءاتك الثرية دي يا دكتور جلال. ربنا يخليك، تسلم يا دكتور، ربنا يحفظك، نورتنا ومشاريع طلبة حضرتك كانت جميلة جدا. نتمنى تكرار ان شاء الله بإذن الله. بجد انا زي ما كتبت على الفيسبوك، انا على المستوى الشخصي فخور بوجود حضرتك معنا دكتور جلال، وعلى المستوى المهني والأكاديمي نشكر حضرتك ونشكر جميع أساتذتنا على المشاركة، وإن شاء الله نتمنى تكرارها إن شاء الله. أستاذنا الدكتور أحمد منير سليمان منور الدنيا، أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا بك. كان نفسنا تتواجد معنا امبارح دكتور أحمد. أنا بهني الدكتور جلال على المحاضرة القيمة ديت الحقيقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. خليك يا دكتور جلال، يعني بنشكرك على المحاضرة القيمة ديت. ربنا يخليك يا دكتور. أنا المرة الوحيدة اللي اتشرفت بإن قابلت حضرتك وسلمت عليك كانت في جامعة لوفن سنة 93. عمر تاني. انا بدرس في نفس المكان اللي حضرتك جيت فيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. احنا بنتمنى بقى نعمل مؤتمر تاني وحضراتكم جميعا تتواجدوا معانا. دكتور حياتي للدكتور عادل ياسين، برضو دكتور عادل التحيات الخاصه لسعادتك، يعني الله يسلمك وتشكر جدا، وسعيد جدا باللقاء هايل، ربنا يبارك فيكم جميعا. الحمد لله، يعني الحضور من مصر ومن سوريا ومن بحرين من السعودية من كذا دولة ما شاء الله، يعني وفي ناس بتشوف لايف على الستريم، يعني إن شاء الله محاضرة علم يندفع به. ونستأذن حضراتكم في الاستمرار معنا في الجلسات المتوازية، ونشكركم ونشكر جميع القائمين على التنظيم وبم العربية على الدعم الفني بتاعها، وجزاكم الله خيرا وأشكركم جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا للجميع.